مركز ملتقى الأجيال افتتح ب 19/8/2012. كما وعدنا الأهالي يوم الافتتاح أننا سنعمل بجد واجتهاد بجميع الدورات الممكنة لمساعدة الطلاب تربويا ثقافيا وتعليميا. واليوم كان حصيلة اجتهاد قمنا به منذ تلك الفترة. واليوم أجريت مباريات في دورات الشطرنج وعرض للبحث العلمي مع الأستاذ بشارة وكيم والأستاذ هادي قسيس. فظهر هناك نتائج جيدة جدا وطلاب شاركوا بجد واجتهاد وحصلوا على أماكن الأولى والثانية والثالثة، وكل طالب خرج مبسوط من هذا اللقاء بما فيه إنه كل طالب حصل على ميدالية. ووجود الأهالي بالكم الكبير اللي لاحظناه اليوم بيثبت على إنه الأهل مهتمين جدا بطلابهم، مهتمين جدا بمساعدة القائمين على العمل في مركز منطقة الأجيال. نطلب دائما من الأهالي الدعم والاستمرار في تسجيل أولادهم في الدورات التي تعود بالفائدة أولا وأخيرا إلى أولادهم. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?